مساء الخير. نعم مساء. الحمد لله تمام. أستاذ عبد الفتاح، ممكن تعرفنا عن نفسك أكثر؟ عبد الفتاح السيد إبراهيم، مصر الجنسية، مواليد 1961. متى دخلت دولة الإمارات؟ دخلت الإمارات في أكتوبر 1992، كنت جاي على مجموعة الفيصل هنا على مزرعة الدواجن كمحاسب لمزرعة الدواجن، قعدت فيها سنتين، وبعدين اتنقلت في سنة 94 لمصنع الورق اللي موجودين احنا فيه حاليا. حلو. لما نقلت لمصنع الورق نقلت كمحاسب، وظيفتك محاسب؟ نعم نعم. نعم اشتغلت فيه محاسب المصنع من 94 بعد ما اتنقلت من مزرعة الدواجن، اخدت فيه في سنة 2002، ومن 2002 مسكت مدير المصنع. مدير المصنع لحد 2002. وفي خلال الفترة دي تطورت في المناصب داخل المجموعة نفسها لحد 2011 مسكت نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفيصل. حلو. أستاذ عبد الفتاح، شو قدم لمصنع الورق؟ هو مصنع الأوراق الكمبيوتر ده لما بدأنا فيه البداية بتاعته كانت سنة 89، والإنتاج بدأ سنة 90، وكان بادئ بماكينة أوراق كمبيوتر واحدة لحد سنة 95 حطينا ماكينة تانية أوراق كمبيوتر، وجينا في سنة 1997 عملنا التطور الأولاني في دخلنا القسم الأوفست، دخلنا ماكينة جي تي أو، دخلنا البولر، دخلنا الحاجات دي، بدأنا في طباعة الأوفست اللي هي زاد الأوراق كمبيوتر لحد سنة 2002 بدأنا التطور الثاني وحطينا جزء مكان أوراق كمبيوتر تانيين، وبدأنا التطور التالي برضو سنة 2008 دخلنا كمان ماكينتين كمبيوتر، ودخلنا بعض المكان الأوفس التانية 50-70 ماكينة هايدلبرغ، وزودنا المكان الفينيشين كمان داخل البتاع. والتطور الأخير عملناه في 2016، لما عملنا في 2016 دخلنا الاي تي ام رول كاش رول والسكيورتي برينتنج والطباعة بتاعتنا، ودخلنا الباكجينج. تطور المراحل يعني كلها، احنا بنعتبر بالنسبه للتخصص الكمبيوتر نفسه احنا بنعتبر المصنع الاول في الامارات العربيه المتحده، لان كل المصانع احنا حوالي 21 مصنع بينتج اوراق كمبيوتر داخل الامارات العربيه المتحده، احنا المصنع الوحيد اللي عنده 7 مكان كمبيوتر. الطاقه الانتاجيه ممكن نعمل حوالي 1500 صندوق ل 2000 صندوق يوميا. المكان والمصانع اللي بعدنا كلها يمكن مصنعين اثنين، كل واحد عنده 3 مكان كمبيوتر، وبعد كده اثنين عندهم كلهم ماكينتين، والباقي كله عنده ماكينه واحده بس. حتى كل المطابع كلها اللي داخل الامارات او المصانع نفسها لما يكون عندهم كميات كبيره بيبعتوا لنا. والمصنع بيصدر للسودان وبيصدر للعراق وبنصدر لغانا وبنصدر لقطر، قبل كده طبعا الوقت حاليا موقوفه، بنصدر لعمان، لأكثر الدول الإفريقية يعني، وشغالين على التصدير المحلي. نسبة المبيعات بتاعتنا والحاجات داخل الإمارات بتفوق في دبي بس، يمكن نسبة 40% بالنسبة للمصنع، ويمكن حوالي 18% لأبو ظبي و 15% للشارع، والباقي كله على الإمارات الثانية، حوالي 15% الإكسبورت يعني. هل أستاذ عبد الفتاح كل هالتطورات اللي صارت بالمصنع تحت تخطيط استاذ عبد الفتاح السيد ابراهيم، او في مشرفين ثانيين معك؟ نعم نعم، معنا ناس برضه اللي في المجموعه في المقابل زي المديرين الماليين، زي بعض ال والدعم الاساسي كله من الشيخ فيصل بن عبد الله المعلى، لان طبعا المصنع مملوك للشيخ فيصل بن عبد الله المعلى اللي هو رئيس دار القضاء في ام الكوين، وهي مجموعه شركات مش مجرد بس عندنا المصنع. عندنا المصنع ده كان البدايه مع الشيخ فيصل ومزرعه الدواجن، بعد التطور عندنا بعد كده فندق رويال ريزيدنت ومنتجع رويال، وعندنا مطعم وكافيه سكه بيروت برضو، وعندنا دايمنشن للفورنيتشر لها 3 افرع، لها في دبي وفي راس الخيمه غير ام الكوين، وعندنا شركه النيفا للمقاولات تعتبر من اكبر الشركات اللي داخل اماره ام الكوين، وعندنا دايمنشن للالومنيوم، ومزرعه ام الكوين للدواجن موجوده في فلج المعلى، وبنعمل حاليا مزرعة جديدة في العين في السوحان جديدة ان شاء الله بتخلص على شهر 6-7 اللي جاي ان شاء الله. حلو، يعني
يعني كل هالمشاريع الأستاذ عبد الفتاح يشرف عليها؟ نعم بيشرفوا معنا مجموعة طبعا المانجمنت داخل الجروب كله، معنا الشيخة شمسة فيصل بن عبد الله المعلى موجودة معنا في الجروب برضو، ومعنا الأستاذ هشام المدير العام للمجموعة، ومعنا المدير المالي، وكل شركة لها مدير لوحدها، كل شركة مختصة ولها مدير لوحدها، بس أنا معايا المصنع رغم الإدارة بالنسبة للجروب، وفي نفس الوقت المصنع معايا يعني تحت إدارتي من يوم ما مسكته. هلا أستاذ عبد الفتاح، أي سنة استلمت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة؟ 2011. 2011، يعني على مدار تقريبا سبع سنوات. نعم. هل في مشاكل واجهتك؟ تأكيد طبعا بتواجه المشاكل نقدر نحلها، وفي اجتماعات عندنا دورية وشهرية بالنسبة للمجموعة بنحاول نشوف الحلول لها، ونحاول نطور يعني بنشوف الأداء، نطور الشركات فين ونسعى نتطور. هل في فكرة أنك بتصير رئيس أو يعني قريب من رئيس مجلس الإدارة؟ لا، رئيس مجلس الإدارة ده طبعا بيكون للأونر للشيخ فيصل بن عبد الله المعلى، وطبعا تمنى علينا ودنا المنصب اللي هو نائب رئيس مجلس الإدارة علينا. يعني هلا ما في رؤية مثلا مستقبلية انك بتفتح بزنس خاص فيه؟ البزنس خاص يمكن اقول لك يمكن في الامارات ممكن شوية يعني، لكن في يعني مستقبليا ممكن دام في مصر قاعدين يعني طبعا ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. كم في عندك موظف؟ احنا بالنسبة كجروب كل مجموعة حوالي 1400 موظف وعامل داخل المجموعة كلها كاملة. بالنسبة للمصنع الورق فيه حوالي 105 هنا، ما بين سيلز وطباعين وجرافيك ديزاينر ومحاسبين وسوبرفايزر وعمال طبعا نفسها. حلو. كيف تعامل الأستاذ عبد الفتاح مع موظفين؟ والله احنا الميزه فيها اللي احنا اتعلمناها من الشيخ فيصل، ما تبصش للجنسيه، بص للشخص وكفاءته وشغله، وده اللي اتعودناها من اول ما اشتغلنا في المكان ده. يعني احنا في الجروب كله وفي كل شركه ما تلاقيش الشركه من جنسيه واحده. يعني احنا عندنا في الجروب يمكن في المصنع هنا عندنا في السريلانكي، وعندنا في البنغالي، وعندنا في الهندي، وعندنا في المصري، وعندنا في الباكستاني، وعندنا في اللبناني، فكل الجنسيات موجودة ومتوفرة، وعندنا النيجيري وعندنا الأثيوبي، فكل الجنسيات متوفرة في الشركات وفي الجروب كله كإجمالي، وعندنا الفلبيني والمغاربة، كل يعني جميع الجنسيات موجودة داخل المجموعة كلها، يمكن أكثر من 10 جنسيات. يعني معروف على كامل دولة الإمارات. نعم يعني نعم نعم بين ما فيش فرق طبعا، بس يعني المقصد أن تعاملك مباشر مع موظفيك أو في مثلا في في تعامل في مباشر مع بعض الشركات ومع بعض الناس المديرين وزي كده، في تعامل من خلال بعض المديرين الشركات، بيكون في تعامل عن طريقهم طبعا، التسلسل تعرف الوظيفة والنظام. أستاذ عبد الفتاح، شو رأيتك المستقبلية للأستاذ عبد الفتاح مو للمجموعة كلها؟ والله الحمد لله يعني أما الخير، ومبسوطين على اللي احنا فيه وحققناه في خلال الفترة دي كلها، والحمد لله يعني بمساعدة الناس اللي حوالينا والمجهود الناس اللي معنا يعني الحمد لله. الحمد لله. المعروف على دولة الإمارات داخل دولة الإمارات وبرا دولة الإمارات إنه يعني إنها دولة أمن وأمان واستقرار. أكيد. كيف هالشيء يساعدك إنك تستمر على مدى تقريبا؟ بيحسسك بالراحة النفسية. حسسك بالراحة النفسية في أي مكان في أي حاجة بتعمليه، في أمن لما بتشتغل ولا بتحط فلوسك ولا بتعمل حاجة، حاسة إن في أمان وحاسة إن في إن أنت تقدري تزودي وتعملي، ما أنتش خايف على فلوسك، ما أنتش خايف على الحاجة اللي بتعمليها، مش خايف على الحاجة اللي بتطوريها، نسبة زي ما أنت شايفها مش زي الدول التانية، لا سرقة ولا نهب ولا مش عارف حاجة، في أمان في كل شيء، في احترام لما تقابلي بتخش الاماكن اللي انت بتخشيها كلها، سواء الشرطه او بتخش للشيوخ ولا حاجه، كله بيستقبلك وبتقدر تقترح اللي انت عاوزاه وتاخد اللي انت عاوزاه، كلهم بيساعدوا. اذا كانت الدوله نفسها عندنا انت زي ما انت شايف بتساعد كل الدول العربيه والاسلاميه كله، في مساعدات من ايام المرحوم مغفور الله سمو صاحب السمو الشيخ زايد طيب الله سره، في كل الاماكن مجرد يذكر اسمه الناس تقول الله يرحمه، في اي مكان محبوب في كل الدول العربيه والاسلاميه.
عندك كلمة شكر لشخصين لك في مسيرتك المهنية؟ نعم. في عندك كلمة شكر لشخصين لك في مسيرتك المهنية؟ والله بنقدم الشكر طبعا الاول للشيخ فيصل بن عبد الله المعلى على دعمه لي في خلال الفترة اللي اشتغلت معه كلها 26 سنة، والاهلي وزوجتي واولادي صبرهم معايا طبعا الفترة الطويلة ودعمهم دائما لي، وجميع اصحابي واصدقائي والمديرين اللي اشتغلت معهم كلهم بصراحة، يعني الناس اللي اشتغلت معها خلال الفترة دي كلها. في عندك نصيحة للشباب قاعدين يستثمروا في دولة الإمارات؟ يعني نصيحة للشباب ما يستعجل شيء ويرتب ويسمع نصيحة الأكبر، والناس اللي شغالة قبله يسمع النصيحة ويحاول يدبر نفسه، والمجال موجود والمناخ داخل الإمارات متوفر إنه يقدر يعمل بيزنس ويقدر يشتغل، لأن في أمان وفي استقرار والدولة بتدعم من جميع النواحي في جميع المجالات كلها. كلمة شكر للشيخ دولة الإمارات؟ طبعا مش كلمة شكر واحدة، كلنا بنشكر طبعا بداية من مؤسس الدولة المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد طيب الله سراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد المكتوم، والشيخ محمد بن زايد طبعا الاثنين بيدعموا زي ما احنا شايفين سواء في الامارات او للمواطنين او الوافدين او الدول العربيه كلهم مدعمون في كل مكان، ويمكن شايفين اكبر الدعم للخير كله فعم الشيخ زايد عامل خير دوله الامارات العربيه المتحده، وتفوقها في مجالات كثيره زي ما احنا نشوف الامارات خدت مراكز كثيره عالميه ومتفوقه فيها، سواء في طيران الامارات سواء في مطار دبي سواء الحاجات ديت. وطبعا بنوجه الشكر للشيخ سعود بن راشد المعلى حاكم اماره ام الكوين على دعمه في الاماره والمشاريع التنمويه اللي اتعمل في الاماره والطفره اللي احنا شايفينها في خلال الفتره اللي فاتت كلها داخل اماره ام الكوين.